بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، جزاهم الله الخير الجيران الكرام، جماعة مسجد الإمام الربيع بن حبيب فقد قاموا بإصلاح هذا الطريق تسهيلا لمشي المصلين إلى المسجد، وهي مبادرة عظيمة فيها دلالة على روح الإيمان والاستقامة في الدين. فإن الذي يحب المسجد وعمارة المسجد يحرص على أن يسهل للناس طريق ليسلكوا إلى المسجد. طبعا كان في السابق من يمشي هنا أحيانا الحجارة مثل المسمار تأذى، وبعض الشوك وبعض يعني الشكاع كما يسمى عندنا في عمان يتعرض له. اليوم طبعا كثير من الحجارة التي كانت يتأذى منها الماشي للمسجد قد أزيلت. طبعا ذاك المسجد في تلك الجهة مسجد الإمام الربيع، وهذا الطريق الآن سهل وتخفف من معاناة السالك إلى المسجد. فمثل هذه الأعمال تدخل في دائرة التعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والثواب، وفي هذا أيضا اقتداء بالسنة من حياة الصحابة الكرام عندما عملوا خيطا كما يروى لابن أم مكتوم ليصل المسجد، وكان رجل أعمى ويسكن بعيد عن المسجد، فعملوا خيطا يعينه للمشي إلى المسجد. نسأل الله لهم الأجر والثواب مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين. أيوة سليمان، هذا الطريق الشباب اشتغلوا جزاهم الله خير اللي صلحوا إلى المسجد.